كل تجعل وراك صدى وضيالك سود وهذا برامج كني وعجلينتا بالشدة وحنا وقمرتيا برامج كشق تامع وهو سود وانا بالشتي فيه. آد يا آد بعد أمها تسنت هاي ولا الخير بدن الله كسيو وكفر أحسن هاي برامج كان قيمها بدن. بالمي خيرك بدنا بلقو ترى بالمحاط فرين عاد سين لهاي بالشدة كلا دوان إسلام كامل والبيت شوكان. ولا كل ما المهني ومعلومة قيمة بدن أورنتي للربا بلشدو إن السيدة دوغة فايدة ستو كنفو غاتو موغناتا يقفلد معلومة هنو كلاو حينو كغة فايدة سان كرنا ومعلومة أباهن إن ألباريغا أما الدعاة إن آد يا آد لو بديو أو بلشدو ير يوين أي دعاة بديسو وايو نبي قوحد عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة بريادة إلهي اللي بريق عماك اللو تاغية وقيب كمدة عبادات كإلهي اللي قدوانينو مركا قفك مسلم كي ما المهنو كالي إنو إلهي بريو أو باهديسة خاص كا إيطا مسلمين تبا إنو آد يا آد أبادية اللو باهي أو إلهي نويتيو وحيا بس إذا قار كاو كالي لو قباهي هاي ما أنت عرفوه كله عيدو كله دتك وادوك تهاي إن دل يردو إسكاه ولا بديهن حاول الله لو قف فايدشتو. ولا الرنتي دل يردا يوايلك وادتكني وقعلكني إن إله كحرمان ويدعى بديان أيه رت لو قبهين وطلباته ما المها خير كبدن حتش كله چوغو يو مالمها إيدا إن تاسور دميوا ومالما لو بحي قفك مسلم كي إنو إلهي أدوادو أو إلهي حريكي سأتكيو وآي قفلد يو حمان تدلن يردو أي مالمها خير كبادن كالان أرحد أييك إنك تشبينيا دل كينا بربر يو محان كودا يقاتش يهرات أيو أيكو سببايا وحو كلا كينيا حمان تدلن يردو مالمها كالان إنو حمانتا يعلادها يو دباتو دمي نغو سي كرده أو أين وينبه ديگناشي يحسلوني دي مركا وحان لوران لها قف كستو دلكن چعل أو تدك چعل أو دين تا چعل مالمهن إنو قعان تا كرو تاغو أو تدك خير كا كولا تر دارما أيا لو باهن يي أو هنتي تدك وناك اللي سلدح مرو halka dad badan ee maalmaha ay xumaanta isla dhaxmarayaan inaynu nagu wanaag isla dhaxmarno oo ka daado ay badato war ka daaya sidaas ma ficna sidaas wanaagsan oo khayrka aad loola hadlo dhalinyarada iyo cidii xumaan wadaba runtii dhalinyaradeena waa u bixayni waa beerkeeni waa dadkii la rabay inay dalka iyo dadka anfacaan ee bari ka maalin ina bedeli laha dadkaasi waxay u baahan yihiin in la soo dhaweysto la waaniyo lala taliyo maalmaha khayrka lala jeclaado wasalaamu calaykum aad baad mahadsan tahay daawadayaal intaasi waxaa ku soo koobaynaa barnaamijkeenii wacyigelinta arrimaha bulshada waxaan idinla socodsiinayaa aniga cumar cali ducaale sheekh jaamac ayaana noo soo jeedinayay kelmaddaasi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayaan idinku dhaafaynaa dhammaantayaba